سرعة الاستجابة بعد الأزمة، يعني في كذا قرار كان لازم يتخذ وفورا علشان تحتوى الأزمة وما تتوسع. من ضمنها مثلا قرار منع التجول. السعودية بعد الأزمة بأسبوعين تقريبا 3 أسابيع تم القرار في منع التجول. بعض الدول أخذها شهر، بعض الدول شهرين، بعض الدول ما طبقت أصلا منع تجول، وبالتالي حالات عندها زادت. في عز الأزمة جدة والرياض كانوا من أفضل 5 مدن في العالم في تطبيق أنظمة منع التجول. طبعا هذه أمور يمكن في عزها الواحد يتضايق، يا أخي منع تجول وكذا، ولكن في النهاية الواحد يفهم أثرها بعدين، أنه الأمور كانت تحت السيطرة وما فقدنا السيطرة زي بعض البلاد الأخرى. الواحد يحمد ربه على هذه القرارات اللي يمكن في وقتها ضايقتنا. موضوع إغلاق المدارس وتحويلها إلى التعليم عبر المنصة الإلكترونية، هذا أمر تم فورا بعد الأزمة يمكن 10 أيام أو أقل، وهذا مرة مهم كان في احتواء الأزمة، لأنه المدارس طبعا الأطفال مع بعض في كل مدرسة مرتع لنشر الفيروس إذا استمر. في دول تأخرت، في دول جلست شهرين، في دول موضوع المنصة الإلكترونية أصلا تدشينها كان مشكلة وأخذ شهور. الحمد لله هذا تم بشكل سريع، وبرضه هذا كان من أهم الأسباب اللي أدت إلى احتواء الأزمة وعدم انتشارها بشكل كبير. عدد الأسرة سرير سرير. نعم. وكل منطقة كم سرير فيها. نعم. يعني عارفين السرير الفلاني في. نعم. المدينة الفلانية في المستشفى الفلاني عليه مريض ولا ما عليه مريض. نعم. كم إذا لا سمح الله سرير موجود نستطيع تفعيله في حال لا سمح الله أي كارثة حصلت. في حال الطوارئ. في حال الطوارئ. كورونا العلاج مجاني للجميع في كل المستشفيات، كل المستشفيات حتى الخاصة، لكل الأشخاص السعوديين والمقيمين والمخالفين. والمخالفين فهذا شيء يطمن أن القرارات قاعدة تنبني على بيانات وليس على ارتجال أو مزاجية. هذا يطمنك، يطمني أنا شخصيا، طمني لما شفت الشاشات دي قلت له أنا ما حتفلسف بعد اليوم، إيش فهمني إيش فهمني أنا أجي أقول والله إنه هذا غلط، أنا جالس وحط رجل وجالس التلفزيون يقول هذا القرار ما ينفع، إيش عرفني أنا، ولا عندي بيانات ولا عندي ديتا ولا عندي تشارتس ولا عندي شيء. وبالتالي لازم الواحد الحمد لله لما يشوف الأشياء دي يعني يكون عنده ثقة أكبر أنه هذه القرارات ما هي مبنية على ارتجاليات ولكن مبنية على بيانات. كلمة ارتجاليات ما أظن لها أساس في اللغة العربية، بس يعني مشيت كويس مع بيانات شعر. هنا إيش عندنا؟ هذه عيادات تطمن، هذه اللي هي المراكز اللي لو الواحد مشتبه بكورونا عنده حرارة بالضبط. من أهم الأمور في التعامل مع فيروس كورونا موضوع الفحوصات، أنه الواحد يقدر يفحص بسرعة. وبالتالي تم أمرين: إنشاء مراكز تأكد وتطمن. مراكز تطمن 320 مركز، طاقة استيعابية 30,000 زيارة في اليوم، وشغالين 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع. هذه إذا عندك أعراض ممكن تروح بدون موعد. الأمر الثاني مراكز تأكد، هذه درايف ثرو بالسيارة، حتى لو ما عندك أعراض تسوي موعد وتروح بالسيارة تفحص. طاقة استيعابية 50,000 زائر يومياً و26 مركز، وخلال 24 ساعة عن طريق تطبيق صحتي تجيك النتيجة. هذه واحدة.